بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم على الميكشرز، ده تشابتر 9. ميكشرز اللي هي الحاجات المخلوطه، مش بيور كومبوننت. احنا بنخلط كذا ماده على بعض فبنعمل ميكشر. طبعا الميكشرز هي الاصل، يعني في التعامل مع المواد المختلفه بيبقى ما بتلاقيش بيور كومبوننتس، يعني في كل حاجه حوالينا بنتعامل مع ميكشرز. الكوبايه الشاي المشربه ميكشر، الميه الموجوده في البحر ميكشر، الهواء ميكشر. فاحنا كنا الاول بنتعامل مع البيور كومبوننتس على اساس ان هو اسهل من ناحيه الثيرمودينامكس، وبنبدا بيه. بنتكلم على بيور ووتر الستيم، وعندنا ستيم تيبل، عندنا ثيرمودينامك بروبرتيز للستيم، الميثين او كربون دايوكسيد او كده. ثيرمودينامك شارتس بتبقى بتاعت البيور كومبوننتس دي. ممكن نعمل شويه اكسبيرمنتس، خصوصا لو احنا عارفين ان الماده دي هنستخدمها بشكل يعني كتير. فبنعمل تجارب وبنطلع ثيرمودينامك داتا. بس لما بنبدا نتكلم على الميكشرز يبقى احنا بنتكلم على عدد كبير جدا من الميكشرز، عدد يستحيل ان انت تقدر تعمل تجارب، تقدر تجيب البروبرتيز لكل انواع الميكشرز، لان انت دلوقتي بتغير الكومبوزيشن. ممكن يبقى حاجه 10% من الماده و90% من الماده، او 5% و95%، فالبروبرتيز ممكن تختلف. ممكن يبقى مادتين، ممكن يبقى ثلاثه، ممكن يبقى اربعه بتخلطهم على بعض، فعدد لا نهائي من الميكشرز يعني. فمش هنقدر نعمل اكسبيرمنتس في الموضوع ده، فمحتاجين يبقى عندنا نوع من الماثيماتيكال فريم ورك نقدر نتكلم على الميكشرز، وهو ده اللي هنتكلم عليه في الشابتر ده يعني. فانا لو اتكلم بقى على ايه البروبرتيز بتاعت الميكشر، الميكشرز لما بتخلطوا على بعض، البروبرتي بتاع الميكشر اللي اتكون ده، هل هو بيبقى افريج للبروبرتيز بتاعت البيور كومبوننتس قبل ما يتخلطوا، ولا بيعتمد على الكومبوزيشن؟ اكيد طبعا بيعتمد على الكومبوزيشن. طيب بيعتمد على الكومبوزيشن باي شكل؟ لو انت حطيت مثلا 5% على 95% فالبروبرتي بتاعت الميكشر هتبقى اقرب للحاجه اللي هي موجوده منها كتير، فهي فانكشن في الكومبوزيشن. فخلينا ناخد مثال ان انا عندي 10 مول من ماده A هخلطها ب 10 مول من ماده B، اخلط دي على دي علشان يدوني ماده ميكشر خليط فيه 20 مول، وفي اكس A المول فراكشن بتاع A بتساوي 0.5 والمول فراكشن بتاع B 0.5. أما عملت الميكسينج ده، طيب عايز اتكلم بقى على البروبرتي بتاعت الميكشر هيبقى شكله عامل ازاي. فتخيل ان انا بتكلم على مثلا بروبرتي زي المولر انثالبي، فانا عارف المولر انثالبي بتاع A وعارف المولر انثالبي بتاع B. فممكن يكون مثلا المولر انثالبي بتاع A ب 25 والمولر انثالبي بتاع B 75، فممكن بالبداهه كده تيجي تقول ان انت ما دام خلطت ايكوال اماونتس يبقى المولر انثالبي هيبقى في النص بالظبط ما بين الاي ما بين ال 25 وال 75. فتيجي تقول ايه؟ تكتبها بشكل معادله ان المولر انثالبي بتاع الميكشر بتساوي المول فراكشن بتاع ايه في المولر انثالبي بتاع ايه زائد المول فراكشن بتاع بي في المولر انثالبي بتاع بي. يعني في الحاله بتاعتنا دي هيساوي 50 جول بير مول مثلا، او هو انت اليونتس بتاعتك جول بير مول. طيب فهل ده ما منطقي؟ هو ده انت كده اكنك بتقول انك لما خلطت الحاجات ببعض عمليه الخلط نفسها ما غيرتش في الانثالبي. طيب نشوف حقيقه، يعني نبص على بعض الميكشرز ونشوف هل فعلا الانثالبي اللي احنا بنجيبها دي اللي هي عباره عن خليط هي اللي بتطلع لنا في الحقيقه. خلينا نعرف حاجه ثانيه، نقول هنعرف حاجه اسمها اتش اي، ده الديفرنس ما بين الاكسبيرمنت اكسبيرمنتال اتش اللي احنا هنشوفها بقى في الحقيقه، وال اتش اللي انا حسبتها بالافرجنج البسيط اللي هي يعني اتش حسبناها بالبداهه هنسميها كده اتش اي دي دلوقتي. الفرق ما بينهم ده هنسميه اتش اي. ونشوف لو انا خلطت مثلا نورمال هيكسين، خدت نمبر اوف مولز 10 نورمال هيكسين، خلطت مع برضو 10 مول كمان نورمال هيكسين، وشفت الفرق ما بين الحاجه اللي انا حسبتها اللي هي دي بشكل بسيط او الحاجه اللي قستها بالاكسبيرمنت، وسميت الفرق ده اتش اي. لما عملت ده بدأ الاتش اي طلعت بزيرو، يبقى انت معناها ايه؟ ان اللي انت حسبته بشكل بسيط هو اللي انت قسته. فيبقى انت طريقه الحساب بتاعتك كانت مناسبه قوي للميكشر ده، عن هيكسين مع نفسه خلطت 10 مول مع 10 مول اداك حاجه، اداك نفس الرقم، ما ده ليه مولر انثالبي نفسه، فانت لما خلطتهم مع بعض الحاجه النتيجه النهائيه كانت ليها نفس المولر انثالبي. طيب هنخلط الان هيكسين بقى دلوقتي بالان هيبتين ماده ثانيه، وشفت الاتش اللي حسبتها وقارنت بالاتش اللي قستها، لقيت ان الفرق بسيط جدا 0.46، مش فرق كبير.
جول بير مول، كل مول فيه فرق 0.46. لو خدت بقى الان هيكسين بالهيكسانول، واحد هيكسانول ده في 6 1 2 3 4 5 6 وبعدين في الاخر في او اتش، او في الاول في او اتش. فده ليه نفس الشكل، نفس عدد الكربون اتومز، بس البولاريتي بتاعته مختلفه خالص. ده في بولز، في داي بول، لان هو يعني بولر كومباوند. فلما خلطت ده بتاع هيعمل انديوست داي بول في ده، فالانتراكشنز هتختلف خالص. فلما شفت الفرق ما بينهم لقيته 460، فزاد 1000 مرة عن الفرق مع الهبتين، وزاد كتير جدا. فاللي انا قسته كان مختلف جدا عن ان انا حسبته. طيب لو جبت برضو مثلا الهكسين وخلطته ب 10 مول السايكلوهكسين اللي هو عامل كده، لقيت برضو رقم كبير قوي 216، يعني هنا مفيش دايبول مومنت لكن ستراكشر مختلف، ده مدور سايز بتاعه مختلف. فتعلمت بقى حاجة، تعلمت ان انا اولا الطريقة اللي انا بحسبها دي هي طريقة مناسبة لبعض الحالات، اللي هي اني حالات، الحالات اللي بتكون الستراكشر والفورم والسايز من ناحية، والطريقة الانتراكشنز ما بين الموليكولز وبعضها من ناحية تانية زي بعض، يعني الحاجة الكومبوننت الجديد اللي داخل على القديم شبهه من ناحية السايز، شبه السايز والفورم والستركشر، وشبهه من ناحية نوعية الانتراكشنز. فده مع ده لو هما شبه بعض يبقى الطريقة اللي انت بتعملها دي مناسبة، وده اللي حصل فعلا مع الهكسين مع نفسه، او مع الهكسين والهبتين. الهكسين والهبتين شبه بعض، فتقريبا الطريقة اللي انت حسبتها دي مظبوطة، لكن الطريقة اللي انت حسبتها دي مش مناسبة لما انت تتكلم على حاجة الانتراكشنز بتاعتها مختلفة جدا مع بعض، او السايز بتاعها مختلف جدا مع بعض زي ما شفنا في التو اكزامبلز التانية. يبقى احنا هنسمي بقى حاجة، هنسمي الحاجات اللي هي عندهم نفس السايز ونفس الفورم ونفس الانتراكشن هنسميه ايديال سوليوشنز. ايديال سوليوشنز معناها ميكشرز ايديال، معناها ان هم لما بيتخلطوا مع بعض ما فيش حاجات بتتغير جامد قوي في الميكشر زي ما كان موجود اصلا، هم زي ما كانوا. ما طيب الايديال سوليوشن طبعا حاجه ثانيه غير ايديال جاز. ايديال سوليوشن ما بنقولش ان ما فيش انتراكشنز، في انتراكشنز، بس الانتراكشنز القديمه والجديده زي بعض، مع الكومبوننت الاصلي والكومبوننت الضيف زي بعض، والسايز موجود بس السايز متساوي. طيب فبالتالي انا ممكن لو عندي كومباوندز كتيره جدا ممكن تبقى ايديال سوليوشن، فبالتالي ممكن بسهوله جدا احسب البروبرتيز بتاعت الميكشر من عباره عن ويينج افريج. دي بنسميها ويتد افريج، يعني انت بتعمل افريج ويتد بال مول فراكشن، فممكن بالويتد افريج تجيب بروبرتيز كتير لو كان الميكشر بتاعك يعتبر ايديال سوليوشن. طيب لو ما كانش ايديال سوليوشن يبقى لازم تشوف وسيله انك تعرف الاكسس ده قد ايه، تمام؟ الاكسس اللي هو الزياده، فاحنا حطينا ايه هنا مش عشان ده ايرور، لا ده اكسس، ده زياده عن الايديال سوليوشن. فاحنا الاثنين فيديوز اللي بعد كده او الفيديوز اللي بعد كده هنتكلم على الايديال سوليوشنز هي، وبعدين نتكلم على الاكسس بروبرتيز بقى، الاكسس بروبرتيز اللي هي البروبرتيز الزياده عن الايديال سوليوشن. شكرا.